ماشي، وايه تاني؟ بس ده بالنسبه لنادي الزمالك والاخبار بالنسبه لنادي الزمالك وتوقعات بالنسبه لتشكيل بكره. عملنا لقاء ظريف مع امير مرتضى منصور، ان في كلام كتير جدا بيتقال على امير مرتضى منصور. طبعا هو على فكره انا اعرفه بشكل شخصي، هو شخصيه محترمه جدا، ولد هادي جدا ولذيذ جدا، وحابب طبعا، بيحب نادي الزمالك وزملكاوي جدا، وعايز ينجح والده وعايز ينجح اخوه في عضويه مجلس الاداره، فدايما بيروح وبيحاول يتدخل في الاوقات المناسبه من وجهه نظره، ان هو يخلص حاجه، يخلص صفقه، يساعد احمد، يساعد والده. يعني زي ما انا مثلا في المقاولين مثلا، او حسن شحاته لما بيمسك في حته ببقى عايز اساعده، عايز اعمل له اي حاجه. هو برضو امير نفس القصه. فبس في كلام كتير عليه، في طبعا غيره من بعض اعضاء مجلس الاداره، يقول لك امير مرتضى منصور مش عضو مجلس اداره، هو بيتدخل ليه؟ هو بيتكلم ليه؟ هو بيروح ليه السفريات دي وبيخلص مع المدربين؟ في ناس بتقول كده، وفي ناس كمان في النادي بتتكلم، وفي ناس بتشيد بامير. فقلنا يعني نعمل لقاء مع امير مرتضى منصور عشان يجاوب على الاسئله دي كلها. عمل لقاء ظريف مع زميلنا عبد الحكيم علي، فتعالوا نشوف امير مرتضى منصور قال ايه، ونرجع نكمل تاني مع بعض في كره كل يوم. تفاصيل بكره ان شاء الله في مؤتمر صحفي، هو يقعد مع رئيس النادي بكره ان شاء الله، والتفاصيل الماديه كلها هيتعلن عنها بكره. احنا خدنا توقيعه في البرتغال على العقود المبدئيه والرغبه والحاجات دي، وبكره ان شاء الله توقيع العقود مع رئيس النادي. سنه ونص بس، هو السنه ونص متفصلين يعني متقسمين. الجزء الاولاني اللي هو اول 6 شهور اللي هم متبقيين في الدوري وبدايه بطوله افريقيا والكاس مصر، لان هو بره التعاقدات بتبقى كده. هو الراجل يعني كان طالب الطلب ده، ان هو بعد الفتره بعد نهايه السيزون العقد، هو العقد سنه ونص بس متفصلين 6 شهور لوحدهم وسنه لوحده، اللي هو السنه بقى اللي هي السيزون الجديد ان شاء الله. هو كل المفاوضات عامه، اي مدير فني او اي لاعب الزمالك بيتفاوض معاه، فكره التفاوض ان احنا نوصل له هو مباشره. استاذ مرتضى طبعا بيبقى رافض فكره السماسره والوكلاء والكلام ده. الزمالك ما ينفعش عمولات لحد، فاللي بيخلي ان احنا نتحرك بشكل شخصي ان استاذ مرتضى بيبقى عايز نتعامل مباشرة مع سواء مع مدرب او مع اللاعب. فييرا بسبب، هقول لحضرتك، طبعا الميزة بتاعت ان انت تروح له لحد عنده، او مش فكرة فييرا، اي حد، انك تقعد معاه وتسمع منه وتفهم منه وتحلل الكلام اللي هو بيقوله، تشوف ده يناسبك كنادي او كمؤسسة ولا لا. المفاوضات هي اللي حسبت الموضوع، يعني السفرية اللي سافرناها هي اللي حسبت الموضوع. هو كان ليه طلبات، الزمالك كل الطلبات المادية ما فيش فيها مشكلة. هو كانت طلباته غريبه شويه، عايز يفضل يحلل في القناه اللي هو بيحلل فيها، عايز اجازات اسبوعيه 3 ايام عشان يقدر يروح يحلل، عايز نكتب له في العقد ان لو جاله اي بطوله يبقى مدير فني بتاع استوديو تحليلي او حاجه، ان الزمالك ما يوقفش الكلام ده كله. طبعا ده ما يناسبش ظروف الزمالك، عشان ما نبخس حق حد. لا طبعا المفاوضات ما تعثرتش مع مهندس هاني زاده. مهندس هاني زاده كان في البرتغال بيخلص مشكله محمد ابراهيم ونجح فيها. كنا احنا في الفتره دي بنتفاوض مع فريرا عن طريق التليفونات والايميلات، ولما وصلنا لنتيجه كويسه يعني خلاص ان احنا وجهات النظر قربت، استاذ مرتضى كلف مهندس هاني زاده ان هو يروح على لشبونه، وكلفني انا واحمد مرتضى ان احنا نروح بحيث ان احنا نخلص كل التفاصيل. لكن هي لا، احنا ما رحناش عشان المفاوضات اتعثرت، احنا رحنا استكمالا للمفاوضات. مهندس هاني زاده عمل الدور اللي طلب منه بالظبط، وبلغ استاذ مرتضى ان كل حاجه تمام. بص انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، لان في ناس انا كده اصلا ما بحبش اتكلم، يعني انا لولا ان انت بس يعني طبعا اتشرفت بيك وبقناه النهار وكده، بس انا ما بحبش اتكلم، ان انا ماليش يعني انا ماليش صفه في النادي، انا واحد زملكاوي بس. هو يعني زي مثلا ما تسال واحد مشجع مثلا تقول له انت ايه دورك عشان تقول اللعيب ده يطلع ولا ما يطلعش، يعني ما انا ما بتدخل ولا بتدخل في الاداره ولا بروح النادي، بروحش النادي غير ما بيطلب مني، ولا ليا علاقه يعني بمجلس الاداره ولا ليا سلطه في النادي. مفاوضات محمد ابراهيم كان هو كلمني بصفه شخصيه انا واحمد مرتضى ساعه ما حصلت المشكله بتاعته بتاعت البرتغال، الزمالك كانش طرف فيها خالص.
وابدى رغبته ان هو عايز ان احنا نساعده ان احنا يرجع مصر. هو كان عايز يرجع مصر، هو طبعا عارف ان كانت القايمه مقفوله، وعارف ان الزمالك هو يعني هو برده ما حبش يعرض نفسه. عرضنا طبعا الكلام ده على استاذ مرتضى، استاذ مرتضى قال لا، اي حد لعب في الزمالك، اي حد من ولاد النادي، احنا اصلا خرجناهم علشان يكبروا يحترفوا، ما دام فشل في التجربه او هو مش قادر يبقى مهيئ ليها، لا الزمالك اولى بيه وهنقف جنبه مش هنسيبه. بالنسبه لشيكابالا، احنا كنا في البرتغال كده كده بنخلص موضوع المدير الفني للزمالك، وانا كلمت شيكابالا قلت له شيكابالا انا في الزمالك، انا في البرتغال، وانا في المسافه اللي بيني وبين النادي بتاعك حوالي 5 دقايق، واقدر ان انا اروح اتكلم لو انت مفوض ان احنا نتكلم. طبعا رحب جدا وقال لي انا مفوضك ان انت تتكلم. اتكلمنا طبعا استاذ مرتضى، قلنا له التفاصيل كلها، قلنا له ان احنا ممكن نروح النادي نخلص موضوع شيكابالا، وقلنا له ان شيكابالا يعني نفسيا هو يعني محتاج حد يقف جنبه، ده غير ان هو لعيب كبير طبعا الزمالك محتاجه. فاستاذ مرتضى طبعا ادانا تفويض، قال لنا لا روحوا اتكلموا باسم النادي، اتكلموا رسمي باسم النادي. رحنا قعدنا معاهم مع رئيس النادي ومع مدير النادي ومع عضو مجلس اداره هناك، قعدنا معاهم على مدار يومين. كانت يعني انا واحمد مرتضى ومهندس ثاني زاده اتكلمنا معاهم، طبعا نقلنا لهم طبعا الصوره ان كان في معلومات مغلوطه عن طريق الاعلام برده هنا وهناك، ان الزمالك هو اللي معصي شيكابالا ان هو ما يلعبش في البرتغال عشان سبورتنج لشبونه يبيعه ببلاش والزمالك يعرف ياخده ببلاش. طبعا نقلنا لهم القصه دي كلها. ده كان لقاء مع امير مرتضى منصور، راجل اتكلم بصراحه وقال يعني اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، ودي حاجه مش عيب يعني، ما فيش مشكله، الراجل بيساعد وبيحاول يكون متواجد ويخلص اموره، مفيش مشكله. طيب ده بالنسبه لنادي الزمالك. بكره على فكره الجهاز الفني نادي الزمالك طبعا الجديد بقى اللي هو الراجل المدير الفني ومعاه المساعدين بتوعه هيكون قاعدين في الدفاع الجوي بكره في المقصوره، بيتابعوا اللقاء عشان يتفرجوا على فريق نادي الزمالك على الطبيعه في مباراه قويه امام نادي امبي. المباراه بكره بجماهير بحضور 10,000 متفرج زملكاوي، نتمنى ان جمهور نادي الزمالك بكره يدي بقى الانطباع الجميل عن جمهور نادي الزمالك اللي دايما دايما بيزين الملاعب وبيساعد فرقته في بطولة الدوري، وزي ما شفنا الفترات الأخيرة وشفنا جماهير في أكتر من ملعب، وكان بداية رائعة. نتمنى تكون البداية رائعة لجمهور نادي الزمالك بكرة، وأنا واثق فيهم إن شاء الله لهم هيكونوا عند حسن الظن وهيعملوا حاجة جميلة جدا بكرة في مباراة الزمالك وإنبي بدون أي مشاكل إن شاء الله. وبشكر جمهور النادي الأهلي النهاردة ان هم التزموا بقرار اتحاد الكوره وقرار نادي اتحاد الشرطه، ان المباراه بتاعه اتحاد الشرطه ما حدش راح، ودي حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا، وان شاء الله الجماهير هي اللي هتخلي كره القدم المصريه يعني في احسن صوره الفتره الجايه، وهترفع المستوى. الماتشات بجماهير هتتفرجوا على حاجه تانية خالص، مستوى تاني خالص. اللعيب لما بيحس كده ان في مدرجات دي مليانه وفيها جماهير قاعده بيطلع كل اللي عنده، بيبقى الشكل جميل جدا. يعني بشكر جمهور النادي الاهلي اللي التزم النهارده وساعد على ان النظام واللائحه تمشي في بطوله الدوري الممتاز، وان شاء الله بكره جمهور نادي الزمالك هيأدي بشكل مميز جدا ويكون عند حسن الظن باذن الله كما هو معودنا دايما جمهور نادي الزمالك. ومش بقول كده يعني مجامله، لا ده فعلا حقيقي، ودايما لما بيكون في حاجه كويسه بنتكلم فيها وحاجه مش كويسه بننتقدها وبنقولها. ماشي. اتحاد الكوره هيعلن يوم السبت اللي جاي اسماء المدربين المرشحين بالنسبه للمدير الفني المنتخب مصر. هم خلاص يعني ثبتوا القصه ان هو هيكون اجنبي، واقوى المرشحين هو هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لمنتخب ساحل الحاج اللي هيلعب بكره المباراه النهائيه الثانيه بالنسبه له في تاريخه في بطولات امم افريقيا بعد ما قاد زامبيا قبل كده وكسب بطوله امم افريقيا. فبكره هيقود ساحل الحاج امام غانا في مباراه قويه، وعامل لكم تقرير حلو قوي عن مباراه غانا وساحل العاج والتاريخ، هنتفرج عليه بعد شويه ان شاء الله. وبرده في اجتماع يوم السبت هيتم تحديد اسم المدير الفني لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره بيحدد 50,000 يورو حد ادنى لراتب للمدير الفني لمنتخب مصر، و80,000 يورو حد اقصى، يعني ما شاء الله مبالغ كبيره. 50,000 يورو يعني تقترب من 450,000 جنيه مصري في الشهر، و80,000 يورو يعني داخله في 700 وشويه 1000 جنيه في الشهر، فارقام كبيره جدا. فين الفلوس دي كانت راحت فين الفتره اللي فاتت؟ لكن يعني نتمنى ان شاء الله ان هم يجيبوا مدير فني مميز يقدر يخدم الكره المصريه في الفتره القادمه، بس عايز يعني دراسه وتفكير وتخطيط بدون اي قرارات كده عشوائيه. لازم يعني تدرسوا الراجل اللي جاي ده والسي في وهيتلائم مع منتخب مصر ولا لا، لازم المره دي يبقى فيها دقه شديده جدا.
منتخب مصر مش في حاجة إلى تجربة، يعني مش عايزين نجرب، عايزين يبقى المرة دي القرار مدروس ومتخطط، إن المنتخب يعني بقى له 3-4 سنين الأمور زي ما أنتم شايفين ضايعة مش مظبوطة. اتحاد الكرة قرر إيقاف الأستاذ ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة 8 لقاءات أو 8 مباريات، ومنعه من دخول الملعب لمدة 8 ماتشات. وفي نفس الوقت في اجتماع طارئ في وادي دجله المفروض دلوقتي عشان يردوا على قرار ايقاف الاستاذ ماجد سامي. منتخب 97 بيخاطب تونس والجزائر والمغرب لاقامه دوره وديه في الاقصر في مارس القادم. في ازمتين في القسم الثاني، ماتش سماد السويس مع طلقه واللي حصل فيه ضرب للحكم المباراه، وماتش دمياط والمريخ، وطبعا كان حاجه قعدت اضحك تحكي لما يعني شفت قصه دمياط والمريخ. اللاعب المريخ لاعب دمياط لاعب المريخ اتعور، لاعب المريخ اتعور، فلعيبة دمياط طلعت الكرة بره، وبعد ما الكرة طلعت بره لعيبة المريخ يعني المفروض يرجعوا لهم الكرة، فلاعب المريخ راح واخد الكرة ومعدي وراح جايب جول، لعيبة دمياط واقفة ما بتعملش حاجة، وراح لاعب المريخ جاي واخد الكرة المفروض يرجع لهم يرجع الكرة لدمياط عشان هم طلعوا الكرة عشان في واحد مصاب، راح واخد الكرة وجايب جول، بقت النتيجة 1-0 للمريخ. المهم المريخ ساب دمياط عشان دمياط يتعادلوا، فراحوا بهجمة نادي دمياط فما عرفوش يجيبوا الكرة جول، مش عارف خبطت في العارضة أو الراجل انفرد كده وسايبينه لعيبة المريخ فما جاتش الكرة جول، فبعد كده خلاص لعيبة المريخ لعبت قالت لك لا خلاص احنا مالناش دعوة هما ما عرفوش يجيبوا جول. لكن طبعا دي مش روح رياضية، أولا من لاعب نادي المريخ اللي هو سجل الهدف وخد الكرة ولعيبة دمياط واقفة، ده مش صح طبعا وعيب جدا، وده يعني unfair او حاجه يعني بره الروح الرياضيه تماما او تتنافى مع الروح الرياضيه. وتاني حاجه حتى لو لعيبه دمياط كان ضيعت الهدف وما جابتش ولعيبه المريخ سايباهم يسيبوهم تاني لغايه ما يجيبوا جول عشان يبقى يعني تعادل، ما يبقاش في موقف حصل وما تردش عليه، طبعا موضوع صعب شويه. طيب نروح للمهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، وهو دايما اللي بيقول لنا الاخبار وايه اللي بيحصل في الكواليس ونعرف منه مرشحين لتدريب منتخب مصر ومرشحين ايضا لمنصب المدير الفني لاتحاد الكوره، وخلاص يعني بيقولوا يوم السبت الجاي هيكون اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره وفي نفس الوقت يعني هيعلنوا فيه الاسماء المرشحه والاسم اللي هيقود منتخب مصر في الفتره القادمه. وبرده نعرف قصه القرار اللي اتاخد ضد الاستاذ ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله، يعني ايه ابعاده وكان القرار اتاخد ازاي. حاج محمود ازي حضرتك؟ كابتن كريم ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك وحشني جدا جدا بجد، يعني مش ايه؟ مش يعني وحشني جدا. وحضرتك وحشني والله يا حاج محمود، اخبار حضرتك ايه؟ حياتي لحضرتك وكل كابتن اسلام وكل اللي عند حضرتك. الله يخليك يا حاج محمود. الله يخليك، ربنا يطمنا عليك. الله يخليك. يعني لسه كنت بتكلم في موضوع المدير الفني لمنتخب مصر وقلت انتوا مستنيين يعني بطوله امم افريقيا تخلص، وقلت ان اقوى المرشحين هو هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب ساحل العاج. والله حضرتك هي النهارده عرض الاستاذ جمال علام والكابتن حسن فريد والاستاذ مجدي متناوي والمهندس احمد مجاد حقيقه بعض التطورات اللي عملوها في خلال الاسبوعين دول والعروض اللي متقدمه سواء من الاسماء اللي موجوده زي حضرتك قلت او جورج ريكنز بتاع تونس او البلجيكي بتاع تونس والناس الموجوده والعروض اللي موجوده والمبالغ اللي متعرضه يعني في شغل كويس في اللي يطمنك حضرتك ان رغبه اساسيه من كل الناس الحقيقه يعني دلوقتي في ثلاثه يا حاج محمود في ثلاثه دلوقتي هيرفي رينار في ثلاثه يعني السي في بتاعهم كامل اللي هو رينار بتاع ساحل عاج وليكنز اللي هو ماسك تونس ايوه والثالث اللي هو جيريس اللي كان ماسك السنغال بالظبط بتاع السنغال دول الثلاثه لغايه دلوقتي دول ما الشيل بتاعهم كامل عروضهم كامله مرتباتهم الاسواق اللي بيتقاضوا احنا على علم بمرتبات الاسواق اللي بيتقاضوها دلوقتي او اللي هم احتماليه تكون موجود او وجود مساعدين معاهم زي ناس مش معاه مدرب عام ومعاه مدرب احمال أيوة. المرتبات تقريبا يعني محصوره ما بين ال 50 لل 70 الف يورو المرتبات زي فراوح كده في المرتبات ديت واحنا بندرس الامور ومستنيين طبعا تنتهي المباراه بكره عشان يبدا بقى اللجنه يعني تكمل جهودها وتكمل اتصالاتها وفي ناس معروضه طبعا من الخارج اسماء ثانيه هم ما افصحوش عنها لسه ما فيش منهم عروض كامله في العروض بتاعها من المانيا او حاجه زي اثنين المان كمان عشان يبقى العادي حطوا لنا ترتيب الخمسه بمعايير
ده مرتبه كام، ده سنه كام، ده معاه مساعد، ده عايز مقدم عقد، ده عايز بدلات معينه، ده كذا، ده عايز مترجم، ده معاه مساعدين، تحس يبقى المعايير كلها بوينت تتعرض علينا يوم السبت، نرتب الاوراق ونتوكل على الله ان شاء الله هم يجتمعوا يوم السبت قبل اللجنه، ويوم الاحد عندنا اتحاد الكره مش الاجتماع، مش السبت ان شاء الله، حضرتك قلت السبت اتحاد الكره يوم الاحد ان شاء الله، الاحد مش السبت ان شاء الله. طيب حاطين حد اقصى للمرتب او حد ادنى؟ يعني انتوا امكانياتكم تدفعوا لغايه كام؟ لا احنا مفيش حاجه اسمها حد اقصى ادنى، احنا مش يعني احنا بيجي الاسماء اللي مترشحه احنا بنفوضها في المرتب، ما ينفعش اقول اقصى يعني عشان هو يزود عليا يعني، يعني هو ما اتحسبش كده. ما ينفعش ان انا اقول، لكن في طبعا انت بتتكلم النهارده في ما دون ال 70 80000 يورو ده معروف، لكن ما بتتكلمش بقى في الناس اللي بتطلب 2 مليون يورو ومليون ونص، ده مش اتجاهنا. ايوه دي مش ولا امكانياتنا ولا بوضع البلد يستحمل ولا الموارد الذاتيه اللي موجوده في اتحاد الكره تقدر تغطي الارقام ديت، زي ما بتاع ساحل العاج بيطلب الارقام اللي هي الكبيره دي. يعني هيرفي رينار طالب رقم كبير؟ لا 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 بالعكس، مش طالب رقم مناسب، هو بيتقاضى دلوقتي 50000 يورو. مساعدين بتاعته ده عقده في ساحل العاج، ده اللي عرفناه من انهم من والمساعدين بتاعته 7 و1 10 و1 5، يعني مناسب لظروفنا يا حاج محمود او الظروف الماديه لاتحاد الكوره، عروض معقوله يعني، لكن هو بتاع السنغال الانجليزي هو اللي مرتباته عاليه جدا. طيب يعني هيرفي رينار هيرفي رينار هيسيب ساحل العاج 200000 مليون 300000 اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو طالبه للتعاقد مع بعد انتهاء عقده مع السنغال بيتكلم في 1.5 مليون يورو. جيريس اللي هو جيريس، رقم كبير جدا. طيب هيرفي رينار هيسيب ساحل العاج بعد بطوله الامم؟ نعم يا فندم، هيرفي رينار اللي هو مدرب ساحل العاج هيسيبهم بعد بطوله الامم؟ دي بقى هتتوقف بقى، هو عقده بينتهي في نهايه البطوله، لكن ما حدش عارف بقى هل هيجدد، هل هيكمل، هل بعد البطوله، هل لو خد البطوله. عشان كده يعني تاني لازم نحترف ان الراجل ما ينفعش تتفاوض معاه عنده ماتش بطوله بكره يعني. بالظبط بالظبط، لكن اعتقد ان الراجل يعني خد بطوله زامبيا، خد زامبيا بطوله، ولو ووصل النهائي في البطوله اعتقد يعني تبقى يعني اذا ربنا وفقنا وقدرنا فيها اعتقد يبقى دي اضافه كبيره جدا، يبقى استكمال لبطوله 17 ما فيها زامبيا 2013 و15 ساحل العاج مثلا اذا فازت او وصلت النهائي، بقى انت بتجيب افضل العناصر يعني، اتمنى ربنا يوفقهم ويوفقنا نجيب الافضل للكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للمدير الفني لاتحاد الكوره، هو ده الموضوع اللي احنا مأجلينه شويه الحقيقه، يعني هو يعني في اختلاف، في رايين في اتحاد الكوره، في راي انه يقول انه نعلن الاثنين مع بعض يوم الاحد، وفي راي يقول نخلص المدير الفني الاول المنتخب وبعدين نتدرج للايه للمدير الفني، ولا سيما مثلا اذا ما توفى، اذا مثلا النهارده كمل مع ساحل العاج، واحد جورج سيكند مثلا كان بيشتغل مدير فني حضرتك عارف الاتحاد البلجيكي فتره حوالي 5 سنوات في التيم بتاعه، ممكن يكون هو مخطط ومدير فني لو جه مثلا او قدرت تتعاقد معاه او تخلص معاه. عشان كده مش عايزين نستعجل في الاختيار المدير الفني النادي او المصري الا بعد انتهاء المدير الفني للمنتخب الاول ان شاء الله. تمام. قرار اتحاد الكره النهارده بايقاف الاستاذ ماجد سامي 8 لقاءات، كان ايه يعني اسباب الايقاف لمده 8 ماتشات بالظبط؟ والله هقول لك بمنتهى الامانه، احنا شايفين ان 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 الحقيقه الدوري الممتاز بسخونته والدوري بدا في نغمه بتظهر في مجالس اداره الانديه بتعليق الشماعات دايما على 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 اخطاء، ما مش شايف الا خطا، حتى لو في اخطاء في التحكيم للناس كلها لكن التركيز عليها بس دون الاخطاء الاخرى عامله نوع من الاحتقان وادت الى 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 الارتباك اللي انت شايفه، او كمان التجاوز في الهجوم على الاتحاد بطريقه غير لائقه وغير مقبوله. غير لائقه وغير مقبوله. بس حاج محمود، حاج محمود بس انا عندي بتاثر على احتقان مع عندي على الجمهور، وكمان بتاثر على المستوى لانه بدل ما بنصلح الاخطاء الخاصه بالاجهزه الفنيه كله معلق الشماعه على التحكيم بس، وكان التحكيم هو السبب. بس انا عندي عندي معلومه كده ان مش من اختصاص اتحاد الكوره يوقف رئيس نادي، ولكن ده اختصاص وزاره الشباب والرياضه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي مش واقف حضرتك النهارده الحقيقه البنش ماجد سامي، انا بالنسبه لي يعني هو كان يعني قرار تقيل على قلبي جدا يعني، انا مش حابه بكلمك بكل امانه، لكن الغالبيه رايت كده، وانا مش يعني انا عارف ان هو يعني كان دامس الخلق وانا بحبه جدا وبقدره، لكن احنا ما تعاملناش معاه، هو معانا على الورق ومش رئيس النادي، لكن هو جمهور من حقك انت انك انت
تجاوز في الحق انك انت تمنعهم دخول الملعب. دخول المباراه مش ايقافه كرئيس نادي من مهام عمله، ده اختصاص وزاره الشباب، هو منعه من دخول اللقاءات يعني. مش لا، هو الورق اللي جاي لنا ان هو مش رئيس نادي، هو رئيس المجموعه القابضه للشركات الرياضيه كلها، الانديه ومن ضمنها نادي وادي جدل الرياضي، هو مش رئيس النادي نفسه. رئيس المجموعه اللي بتدير العمل كله، المجموعه كلها سواء صناعيه وتجاريه وانشائيه ورياضيه، ورئيس المجموعه كلها من ضمنها النادي الرياضي اللي بيرقصه استاذ اسمه هاني مش عارف ايه كده تقريبا. تمام هو مش النادي. تمام. انا اتمنى بس ان احنا الموضوع قاسي، واحنا 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 ما كناش عايزين نعمله، لكن الحقيقه اللي هيحصل ان اذا تجاوز حد في هذه الفتره وساعد على الاحتقان ورجعش خطوه ودور الاول في نفسه، فتش في نفسك الاول يا كريم في اخطائك اللي عندك قبل ما، وخلي دي اخر مرحله، يعني بمعنى انا عندي اخطاء في اللعيبه، عندي اخطاء في الالتزام، عندي اخطاء فنيه، دي الاول اظبطها الاول وبعدين ديت ومعوش عليها، لكن تجيب كل الموضوع وتنسى اخطاء سوء اختيارات الاجهزه الفنيه، سوء اختيارات في اللعيبه، سوء اختيارات عدم توفيق في النتائج، خلي ده كله وتحط الشماعه كلها علينا، هو اكن الموضوع هو ده اللي ايه اللي مرجع الموضوع. تمام. فده اللي احنا بنجيب رساله للناس كلها، هي ضبط النفس. أيوة. في مرحله ضبط النفس في المرحله الحرجه اللي حاسسها، ومش وكمان احنا بكلمك كريم، احنا برضو في التحكيم معترفين ان في اخطاء. هو بصراحه بيني وبينك يا حاج محمود، هم اتظلموا وادي دجله، لسه كنت هقول كده يعني، هم اتظلموا. انا بقول لحضرتك، انا بقول لك الاخطاء وارده في كره القدم. والاعتراف بيها فضيله، وكمان لابد ان هو مرحله التجارب والدفع بعناصر جديده ودماء جديده في التحكيم في الفتره الجايه عمليه صعبه جدا، وده اللي ركزنا عليه ولفتنا فيها نظر الكابتن عصام، انه لابد ان يدفع بافضل عناصره واقوى عناصره بدون ادنى مخاطره في المرحله الجايه مش مستحمله، وكمان بالنسبه للمسابقات يدفع الكابتن عامر حسين وايهاب الهيطه بافضل عناصرهم في المرعبين، عشان المنظومه كلها تثبت على الاقل في اربع خمس اسابيع جايين الحريجين اللي ايه اللي في عمر الدوري، عشان تنطلق المسابقه وتنتهي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الحاج محمود الشامي، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. يوم الاحد اللي جاي اللي هو مش بكره اللي بعده، هيتم فيه الاعلان عن المدير الفني لمنتخب مصر، وهيتم ارجاء شويه ملف المدير الفني لاتحاد الكوره، اللي هو بيقول لك ممكن الراجل اللي يجي يمسك مدرب منتخب مصر ويخطط لاتحاد الكوره ويخطط للمسابقات في الفتره، او يجيب حد تبعه يعني يخطط للمسابقات في الفتره القادمه. طيب عايز بس اقول حاجه على الاستاذ ماجد سامي بصراحه، عشان ما نظلمش الراجل، راجل محترم جدا، عامل نادي رائع، نادي ملتزم ومنضبط جدا. حصل خطأ من ان عامل غرفه الملابس والكلام ده، انا ما شفتش بعيني موضوع الاستاذ ماجد سامي، طبعا اتقال لي ان هو نزل وشد شويه مع الحكم في اوضه اللبس وكان عايز يعني يخش للحكم، لكن برضو عشان مظلموش وبرضو ما بقاش بجامله او بدافع عنه، لا هو راجل محترم جدا، عامل نادي رائع ومميز جدا، اتظلم في المباراه، والظلم كان في وقت صعب بصراحه، يعني في الدقيقه 92-93 ضربه جزاء يكسب بيها المباراه، تتحسب له ضربه جزاء يكسب. طبعا المنظر ده انا مش عايز اشوفه تاني يا جماعه، ما تجيبوليش اللقطه دي، اتكلمنا فيها قبل كده، ويعني مش عايز اشوف المنظر، هو الراجل خد عقوبته خلاص، لكن هو اتظلم ولا اتظلم، وفي وقت صعب انه في الدقيقه 92-93 رايح يجيب جول، واللعيب بتاعه حسام عرفات بيتعرقل، وضربه جزاء تتحسب له يكسب بيها، فالكره بتترد يروح مغلوب، ما تتحسبش ضربه الجزاء والكره تترد يروح بتروجيت جايب جول ويتغلب. فطبعا وكانوا مغلوبين قبلها بماتشين وادي دجله، ففي شده شويه في وادي دجله والناس متعصبه ومتنرفزه. وبرضه عايز اقول لكم حاجه بقى بيني وبينكم، يعني مش هقول بيني وبينكم، احنا بنقول اهو قدام الملايين اللي بيسمعونا، موضوع الشركة الراعية والقنوات اللي هنا والقنوات اللي هنا دي عاملة أزمة، في إحساس عند بعض عند السبع أندية، أنا هقول يعني إيه بالبلدي كده، عند إحساس عند السبع أندية إن هم مش متعاقدين مع الشركة الراعية بتاعة اتحاد الكورة والقناة اللي هي بتذيع لل 13 نادي، حاسين إن اتحاد الكورة جاي عليهم شوية في موضوع التحكيم. انا بقول لكم بقى، انا مش بقول كلام كريم، انا بقول لكم احساس الناس واحساس المسؤولين، ان هم حاسين ادام انت مش ماضي مع الشركه، انا مش ماضي مع الشركه الراعيه، طب احنا ايه هندوس عليك في حته تانية. فالناس حاسه كده، وهقول لكم الانديه اللي حاسه كده، الاهلي حاسس كده، وادي دجله حاسس كده، حاسين ان هو في حاجه مش طبيعيه بتدور في الكواليس، ايه اللي بيحصل، اشمعنى احنا بنتظلم في الفتره الحقيقيه. انا مش بتكلم كلامي انا، انا بقول لكم احساس المسؤولين خصوصا في وادي دجله والاهلي،
وكان برضو الاحساس ده عند نادي دمنهور في فتره من الفترات ان هم يعني عشان مش تبع الشركه الراعيه فهينزلوا درجه تانية والحكام جايه ضدهم، الكلام اللي بيتقال كده عشان تبقوا عارفين يعني. فلازم يبقى الامور دقيقه جدا في الفتره القادمه. وبرضو انا شايف ان ايقاف ماجد سامي 8 ماتشات كتير يعني، برضو عشان نبقى بنتكلم في الحق، لو هو اعترض او كان في مشاده ولا حاجه، لا كتير، 8 ماتشات كتير قوي يعني. هو ما يخشش، انا عارف ان العقوبه مش ايه، مش الناس بتقول لي ان هو ما ينفعش يتوقف الا من خلال وزاره الشباب والرياضه، لا هو ما توقفش، هو اتمنع من يعني، هو كوظيفته كرئيس نادي دي ما حدش يقدر يوقف ان هو يمارس مهامه كرئيس نادي وادي دجله غير وزاره الشباب والرياضه، لكن هو اتمنع من دخول الماتشات لمده 8 ماتشات، وانا شايف العقوبه كبيره يعني. هو انا ما شفتش برضه بصراحه سلوك عنيف من الاستاذ ماجد سامي او مش مظبوط يستوجب ايقافه 8 ماتشات. انا ما شفتش اللي حصل جوه في اوضه، سالته وعرفت ان هو اتنعصب واتنرفز وكان عايز يخش اوضه الحكام، بس في الاخر ما دخلش وكان متضايق جدا والكلام ده. لكن 8 ماتشات انا شايفهم كتير، وفيهم يعني ايه زي ما تقولوا كده اتحاد الكره، لا احنا يعني خلي بالك 8 ماتشات كتير. انا بقول اهو ككريم، انا بقول لكم وجهه نظري كتير. طيب